للحديث كذلك ينضم معنا من المنامة الكاتب الصحفي بصحيفة البلاد البحرينية الأستاذ إبراهيم النهام. أهلا بك أستاذ إبراهيم معنا. يعني هل تعتقد حكومة الدوحة أن ابتعادها عن حضنها الخليجي ورهن أرضها وشعبها للأجنبي سيمنحها ربما كرامة ورفعة أكثر من أهلها في الخليج؟ مساء الخير أخي العزيز، والتحية موصولة لك ولجميع الإخوان المشاهدين. هناك حالة من الفجوة فيما يتعلق بالنضج السياسي الخارجية القطرية. الخارجية القطرية وحكومة قطر الحالية لا تزال تعاني من مشكلة الضعف السياسي، ووزير خارجيتهم شخصيا يعني من خلال الأطروحات التي يقدمها بالمؤتمرات الصحفية والمشاركات الخارجية لا يزال ضعيف في أدائه وضعيف في أطروحاته. الناس تتحدث في فلك وهو يتحدث في فلك آخر. الأوراق التي طرحت اليوم على قطر أوراق غير قابلة للنقاش، والشروط التي فرضت على قطر اليوم هي شروط مستحقة لا تؤمن فقط الأمن السيادي لدول الخليج والمنطقة، إنما للعالم ككل. نحن نتحدث عن تمويل تنظيمات تبث الرعب وتبث القلاقل وتقتل الناس وتقتل الأبرياء. نتحدث عن تحويلات مالية لتنظيمات إرهابية وعن أموال تسدد كفدية لتنظيمات إرهابية مجرمة من قبل الأمم المتحدة ومجرمة من قبل مجلس الأمن الدولي ومن دول العالم ككل. قطر اليوم لا تزال دولة جديدة في الساحة السياسية، وأنا شخصيا لا أتعاطى بشكل جدي مع كل ما يتم التصريح به من قبل الخارجية القطرية أو من قبل المسؤولين في حكومة قطر. هناك حالة من نفس ما تفضلت، هناك حالة من التراجع السياسي، هناك قلة في النضج، هناك قلة في المنطق، وفي الوقت التي تقدم به دول الخليج الأدلة الدامقة وتقدم طلباتها وتؤكد على احترام سيادة حكومة قطر وتحترم وتؤكد على احترام بقاء النظام الحالي، لا يزال القطريون حتى اليوم يتحدثون عن أن ما الذي يريده دول المقاطعة منا. نحن حتى اللحظة لا نعرف ما الذي يريدونه من قطر. فالشاهد في الأمر هناك مراوغة والتفاف على الواقع، محاولة لبث الغبار ونثر الغبار على الأعين، ومحاولة لطمس الحقائق وإحلال الحجج الواهية مكانها. ولكن اليوم نحن وصلنا إلى نقطة لا عودة مع حكومة الدوحة. فأما أن تستجيب للمطالب بشكل منطقي وعقلاني وتعود مرحبة بها إلى البيت الخليجي، وأما العزلة والطلاق كما قال وزير الدولة الشؤون الخارجية أنور قرقاش الإماراتي. طيب بالنسبة للتصريحات، تصريحات وزير الخارجية القطري التي ذكرتها وتناقضه، يعني اعتراف وزير الخارجية القطري بدعم حكومة للإرهاب وتمويله، يعني قال إن قطر في ذيل قائمة الدول التي تدعم الإرهاب، في تصريحات أخرى ينفي علاقة بلادي بالإرهاب. يعني إلى أي مدى تظهر هذه التصريحات التي يدلي بها وزير خارجية قطر تناقضه وافتقاده كذلك للحجة السياسية؟ أخي العزيز، لا يوجد حجة سياسية، لأنه لا يوجد أساسا منطق في التصريحات التي يدري بها وزير الخارجية القطري أو المسؤولين الآخرين في الخارجية القطرية. اليوم قطر من يقف معها؟ اليوم العالم كله ضد قطر، ولا يقف معها إلا تركيا وإيران، وإيران دولة مفلسة لا تستطيع أن تقدم لقطر شيء، وتركيا سياسة الحكومة التركية سياسة تقوم على النفاق السياسي، وهي كموج البحر مد وجزر على حسب الظروف والمتغيرات. من مع قطر اليوم؟ يعني الدول العربية كلها اليوم تقف مع المملكة العربية السعودية ودول العالم الإسلامي والدول الكبرى، ترامب وكبار المسؤولين في الخارجية البريطانية وبقية حتى على مستوى الصحف العالمية ووسائل الإعلام. اليوم الكل يضع علامة استفهام كبيرة على قطر، يضع علامة استفهام كبيرة على أي تحويلات قطرية للعالم توجه للعالم. اليوم قطر في وضع لا تحسد عليه، قطر في وضع صعب جدا جدا، وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. فالحل الذي المنطقي الذي هو مفروض اليوم أمام الحكومة القطرية
هي أن تلملم جراحها التي تسببت به وأن تعود للبيت الخليجي مرة أخرى، لأن قوة قطر وقوة الشعب القطري وقوة الحكومة القطرية نابعة من قوة المملكة العربية السعودية ومن قوة وجودها في الحضن العربي وليس في حضن دول الإقليم. ويبدو هذا واضحا، خاصة وصلت إلى مرحلة لا عودة. أستاذ إبراهيم، هذا يبدو واضحا هناك في حالة رد مجلس الأمن على دعوة وزير خارجية قطر مجلس الأمن برفع العقوبات من الدول المقاطعة عن بلاده. جاء رد مجلس الأمن بأن الأزمة الخليجية يجب أن تحل عن طريق الحوار بين الدول المعنية. هي محاولة من حكومة قطر لفر البوصلة وإلى محاولة تغيير الحقائق ومحاولة قلب المواقف، وهي طبعا لن تجدي نفعا، لأن تاريخ المملكة العربية السعودية أنها دولة لا تعادي أحدا ولا دولة لا تتعدى على أحد. أضيف أن المملكة العربية السعودية دولة ذات ثقل على المستوى العالمي والاقتصادي، وهي أكثر دولة تمول الأمم المتحدة واليونسكو والمنظمات المنبثقة والهيئات المنبثقة عنها. فقطر دولة جديدة، قطر دولة لا تزال وليدة، قطر دولة لم تبرز إلا في السنوات الأخيرة من خلال مشاريعها الاقتصادية ومن خلال يعني من خلال الطفرة التي حدثت عليها بفعل أنا أشكرك عقول الغاز القطرية. أشكرك. التاريخ السياسي لا يشترى بالمال، وقطر اليوم تحاول أن تستنسخ الإعلام الإيراني بشكل بشع وبشكل مشوه. فعندما تحدثت عن محاولة تجويع أطفال قطر بمنع حليب الأطفال ومنع الأدوية يعني إحنا هذا الكلام نستغرب أن إعلام عربي خليجي يصدر منه تجاه دول الجيران، ونستغرب كذلك بمحاولة قطر في الوقت الذي دول الخليج تحاول أن تقدم الحقائق وتدمقها بالأدلة ضد تجاوزات الحكومة القطرية فيما يتعلق بدعم الإرهاب وتمويله. أنا أشكرك. نرى القطرية الحكومة القطرية تنتهج نهج المراوغة ونهج الإساءة. أشكرك وأعتذر منك، انتهى وقتي. شكرا لك. من المنامة الكاتب الصحفي بصحيفة البلاد البحرينية الأستاذ إبراهيم النهام، شكرا جزيلا لك.